سبع أنواع من خطوط اللغة العربية جمعت تحت سقف واحد من خلال 80 لوحة في معرض لحن الحروف الذي نظمته قرية الفنون والحرف التابعة لبلدية غزة. عبارات وآيات قرآنية وأبيات من الشعر كتبت بخط الكوفي والفارسي والثلث والرقعة والنسخ والديواني وغيرها. لحن الحروف معرض يحتوي على العديد من اللوحات، قد تصل إلى 80 لوحة لعدد 30 خطاط من شمال القطاع حتى جنوبه، خطاطين محترفين، خطاطين هواة، تم الدمج ما بينهم حتى يصبح تبادل ثقافات فيما بينهم. هذا الخط العريق، هذا الخط الجميل، هذا الخط الراقي، هذا التراث الذي يجب أن أتمسك فيه من خلال هذه الخطوط العربية اللي هي لغتنا الأم، لغة القرآن الكريم اللي هي اللغة العربية التي تتنوع بتعدد أنواعها لا توجد في أي لغة عالمية أخرى. من بين اللوحات علقت لوحة خطية للحلية الشريفة يبلغ طولها 130 سنتيمترا وشملت 5 من أنواع الخطوط. وحسب بعض الخطاطين يؤثر الحصار المفروض على قطاع غزة عليهم، حيث تسبب بغياب بعض المواد الخام الخاصة بفن الخط كأنواع معينة من الأوراق والأحبار، بينما تباع بأسعار مرتفعة جدا حال توفرها في الأسواق المحلية. بأدواتهم البسيطة استطاع هؤلاء الفنانون رسم لوحاتهم المميزة أملا في الحفاظ على تراث هذه المهنة وتوعية جيل الشباب بأهمية لغة الضاد.